لكم الكلمة فضيلة الدكتور حمزة على بركة الله. 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر موصول لمؤسسة الفرقان الرائدة ولهذا الصرح العلمي المتمثل في هذه الجامعة المباركة ومختبر المختبر الفكري وكذلك مركز مقاصد على تنظيم هذه الندوة الدولية أو الندوة الدولية الثانية في موضوع مؤتمر أو في موضوع مقاصد العقيدة. طبعا كما سمعتم عن الموضوع الذي ألقيه على مسامعكم والورقة العلمية، وهو موضوع مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام. كلياته وتطبيقاته وآثاره. طبعا مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام أن هذه الكليات وهذه التطبيقات والآثار إنما ترجع إلى هذا المفهوم الذي نتناوله بالدراسة والنظر في هذه الورقة العلمية. فلذلك هذه الكليات وهذه التطبيقات والآثار إنما هي متعلقة بمقاصد الإيمان بالقضاء والقدر لا بعقيدة القضاء، وهو ما كان يشير إليه شيخنا الدكتور عبد المجيد النجار في هذا الموضوع، حيث إن العقيدة في نفسها معروفة أحكامها وهو وجوب الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام وهو ركن من أركان الإسلام، لكن الذي نتوجه إليه بالبحث والدرس هو موضوع مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا يعتبر الإيمان بالقضاء والقدر من أهم أركان الإيمان التي قررت في دين الإسلام بأجل بيان وأنصع برهان، بحيث لا يصح إسلام دونه، ذلك أن القدر هو سر الله في خلقه وحكمته البالغة في صنعه. ورغم ما كتب في هذا الموضوع من مباحث وتقريرات ومؤلفات، إلا أن الطابع الذي صبغها هو الطابع الجدلي الكلامي في الرد على القدرية والجبرية على حد سواء. وقد بقي هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في الفكر الإسلامي، خصوصا مع ظهور ظاهرة الإلحاد المعاصرة وما تسلحت به من نظريات علمية حديثة كالداروينية. لذلك هذا الموضوع هو من أثاره الحديث عن مشكلة الإلحاد وطرق محاربتها في هذا الزمان. قلت خصوصا مع ظهور ظاهرة الإلحاد المعاصرة وما تسلحت به من نظريات حديثة كالداروينية التي جعلت مشكلة الخير والشر وغيرها من القضايا العقدية التي هي من جنس موضوعات ومباحث القضاء والقدر سببا وبابا تلج منه إلى تشكيك في صحة الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة، وهو الدين الذي أولى موضوع القضاء والقدر عناية بالغة وأجاب عن مشكلاته إجابات شافية. ويحاول هذا البحث الذي نروم تجليد مسائله وتفصيلاته بحول الله تعالى لتحقيق غرض بيان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر من حيث كلياته وتطبيقاته وأثاره بشكل عملي مقاصدي تطبيقي مختصر معتصر، مع بيان فساد مغالطات الإلحاد ومحاولة ترشيد الفكر لتثبيت دعائم الإيمان في النفس البشرية بعيدا عن الطابع الجدلي الكلامي الذي اعتدناه في المدونات الكلامية، ذلك أن مسألة القضاء والقدر كما يقول ابن رشد رحمه الله من أعوص المسائل الشرعية، وذلك إذا تؤملت دلائل السمع وجدت متعارضة وكذلك حجج العقول. ولا أنفي أنني رغم إلزام نفسي بمنهج صارم يحاول أن يبتعد عن الخلافات الكلامية، لكنني أجد نفسي أخرج أحيانا، ولكن كما يقول الفقهاء إنما نخرج لندخل، والاستطراد في العلم يعني ممدوح، والاستطراد في الكلام كالفاكهة في الطعام، وهذا كان دأب العلماء. قلت يرم هذا البحث أن يبرز مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام من خلال نصوص القرآن والسنة وأهمية ذلك في تثبيت دعائم الإيمان بالله تعالى على الوجه الذي قرره القرآن وعامل به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وصحابته الكرام وتابعهم بإحسان، بعيدا عن طرائق أهل الكلام في مناقشة أهل الانحراف العقدي. قلت مع بيان فساد أهم
قضايا الإلحاد وكلياته التي يروجها الفكر الإلحادي بين شباب المسلمين، ومحاولة تقرير قواعد عقدية مقاصدية في باب القضاء والقدر. إن الجانب العملي في هذا الموضوع ومحاولة استقراء النصوص القرآنية والنبوية في مفهوم القضاء والقدر، وإن بمدلول الاستقراء الناقص، لأن كما تعلمون أن الاستقراء هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في جزئيته، وهو ينقسم عند الأصوليين إلى استقراء تام واستقراء ظني. والاستقراء الظني والاستقراء التام هو القطعي، والظني هو معمول به لكنه لا يصل إلى مرتبة القطع. قلت ومحاولة ربط مقاصد النصوص الشرعية القرآن والسنة بحاجيات النفس البشرية على مقتضى الإيمان العملي وما يسمى بعمل القلب، وكذلك الجواب عن أسئلة النفس الوجدانية التي ألقيت عليها أسئلة الإلحاد وشبهاته، ومحاولة الجواب عنها عمليا بما يجعل الإيمان بالقضاء والقدر مانعا من وقوع المسلم المعاصر في شراك شبهات الإلحاد الكثيرة المتهافتة، وسببا في القرب من الله تبارك وتعالى وتحقيق الحياة الطيبة المطمئنة. والرجاء من الله عز وجل يوفقنا لتحقيق ما نصبو إليه من تحرير مباحث هذا الموضوع، وهو سبحانه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. طبعا أقفز سريعا بخصوص الدراسات التي اعتنت بهذا الموضوع، فلا أجد دراسة أو لا نجد دراسة اعتنت بمقاصد الإيمان والقدر بمعنى الدقيق الذي هو مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر. اللهم دراسات في مفهوم القضاء والقدر من جهة تحقيق مناطه ومفهومه وبيان المذاهب الكلامية فيه وخلاف الناس حول جزئياته، ويمكن في هذا الصدد البحثي الإلماع إلى دراستين هما في غاية الأهمية في هذا الموضوع لمن أراد التوسع في مباحثه ومتعلقاته. الكتاب الأول هو كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه الناس فيه تأليف الدكتور عبد الرحمن صالح محمود حفظه الله، وكتاب القضاء والقدر في الإسلام تأليف الدكتور فاروق أحمد الدسوقي، وهو الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية سنة 1985. طبعا أما كتب أسلافنا فموضوع القضاء والقدر بحثوا في مسألة خلق أفعال العباد وفي مدوناتهم العقدية، وأجمعوا الكتب التي بلغتنا في هذا الموضوع كتاب الحافظ بن القيم الجوزية عليه رحمة الله المتوفى سنة 51 و700، والمسمى بشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ففيه من التحقيقات والمباحث المفصلة الشيء الكثير، بحيث يعد مرجعا مهما في هذا الباب. طبعا هناك دراسات يعني في هذا الموضوع، منها كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله القضاء والقدر في الإسلام، ومما درسناه في السنوات الأولى في الجامعة، وكذلك ما كتبه شيخ الإسلام مصطفى الصبري حول هذا الموضوع هو كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر، خاض فيه سجالا كلاميا مع معاصريه، وقرر فيه قواعد الأشاعرة ونصر فيه مذهب الأشاعرة، وكذلك ما كتبه العلامة الطوفي في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد صدر هذا الكتاب حديثا وهو من الأهمية بما كان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك كتاب مهم وهو أقوى ما قيل في المشيئة والحكمة وبطلان الجبر والتعطيل، وهذا الكتاب وهذه الكتب كلها يعني نحت منحى الجدليين في مناقشة هذا الموضوع، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا الموضوع نوقش في كتب التصوف خصوصا في مباحث الرضا والتسليم لأقدار الله تبارك وتعالى، وكذلك ما كتبه الحافظ البخاري أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه في كتابه خلق أفعال العباد، وما أشار إليه كذلك ابن القيم في مدارج السالكي، وكلكم تعرفون هذه الكتب. طبعا وسيكون البحث في مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في مقدمة ومباحث، وسنتحدث في هذا عن مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في القرآن، وعن مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في السنة النبوية، وعن أثر مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر على النفس البشرية المسلمة، والكليات العقدية المقاصدية في باب القضاء والقدر في مواجهة شبه الإلحاد المعاصر وكلياته. وطبعا حينما نتكلم عن الكليات إنما نريد به الأصول، يعني أصول هذه المقاصد، أصول مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، أصوله دلائل إجمالي، المقصود به ليس الحكم المجموع الذي هو عند المناطق والكل حكمنا على المجموع، وإنما المراد به الأصول الاستنادية والتي تكون في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن نصوص الكتاب والسنة هي في نفسها متضمنة لمقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، ومتضمنة
مقاصد هذه العقيدة التي نريد أن نتدارسها في هذا الصدد. طبعا المدخل تحدثنا فيه عن مفهوم القضاء والقدر في الإسلام من حيث التعريف اللغوي ومن حيث مدلوله. طبعا القضاء والقدر في الإسلام لا يوجد هذا التنصيص بهذا الجمع المركب الإضافي في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما اصطلح عليه العلماء حديثا، وإنما الذي ذكر في نصوص القرآن والسنة هو القدر. وإذاك الحافظ البيهقي حينما كتب كتابه القضاء والقدر في الإسلام لعله يكون الأول من أشار إلى هذا الاصطلاح ونص عليه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام عالجوا هذه المسألة المشكلة كما ذكرت بواقع عملي أثمر العقيدة الصحيحة التي أنتجت ذلك الجيل الرباني الفريد. وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يؤمنون بقدرة الله تعالى وبأنه خارق كل شيء، ويؤمنون بالقدر ولا يخوضون فيه، بل إذا ذكر القضاء أمسكوا، ورد في ذلك آثار مذكورة في البحث. ولكن الذين يريدون أن يثيروا الحيرة الفكرية بين المسلمين كانوا يثيرونه ولا يزالون يثيرونه في القضاء والقدر وصلته بالتكليفات والثواب والعقاب. وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القضاء والقدر وصلته بالجزاء، فقال: إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف تيسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا من النار. قال أبو حنيفة هذا قول أبو حنيفة وقال أبو حنيفة متحدثا عن القدر، يعني هو استعمل العبارة: هذه مسألة قد استعصت على الناس فأنا يطيقونها، هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها، ولم تفتح إلا بمخبر من الله تعالى يأتي بما عنده ويأتي ببينة وبرهان. وقد قال قوم من أهل الجدل في هذه المسألة: أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. طبعا لا أطيل في هذه المقدمات. طبعا يمكن القول بأن القضاء والقدر هو مركب إضافي كما أسلفت، هو تقدير الله تعالى للأشياء في الأزل، بحيث علم الله جل جلاله وقضى وقدر أن هذه الأشياء تقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، ومشيئته هي إذنه بوقوع تلك الأشياء في الوقت في الكون بعد تقديرها وخلقها. وهو بهذا التعبير الإضافي كما قلت غير وارد في نصوص القرآن والسنة، وإنما جرى تداوله بين علماء الإسلام حتى أجمعوا عليه. قال الجرجاني في التعريفات: القدر هو خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء، وهذان اللفظان يقال فيهما ما يقال في مصطلحي الإسلام والإيمان: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ذلك أن الإسلام إذا أطلق قد يدخل فيه مفهوم الإيمان، وإذا أطلق مفهوم الإيمان يدخل فيه مفهوم الإسلام، أما إذا اجتمعا فوجب التفريق بين المصطلحين. كذلك في موضوع القضاء والقدر: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال ابن حجر رحمه الله: أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. طبعا اختلفت تعاريف العلماء في موضوع القضاء والقدر، وإنما اختلافات بالاعتبارات ولا مشاحة فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها تؤدي إن شاء الله غرضا واحدا وهو تحقيق هذا المفهوم. وإنما يؤتى بالتعريفات والاصطلاحات لأجل بيان المعنى الدقيق الذي يؤديه هذا المصطلح. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر تدور حول أربعة أمور، وهي: العلم، وهو ما تعلق بعلم الله تبارك وتعالى القديم لما يكون في الكون ويقع أو لا يقع، وشواهد ذلك كثيرة في القرآن، بمعنى أن من يستحضر مقاصد العقيدة عليه أن يستحضر كليات هذه المقاصد وكليات هذا المفهوم الإيماني. أولها العلم، والثاني الكتابة، وهو ما تعلق بما كتب من مقادير الوقائع في اللوح المحفوظ كما يدل عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم. المشيئة ومعناها على التحقيق وهي إذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي إذنه بوقوع الشيء رغم أن للعبد مشيئة، وأن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئته.
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو وجدت أسباب الأشياء، ولله مشيئته كما أن للعبد مشيئة، لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم الخلق، وهو أن الله تعالى خلق خالق كل شيء بما في ذلك أعمالنا، وهنا ملحظ دقيق، وكون أعمالنا مخلوقة لا يعني جبرنا على فعل الأشياء، وإنما جنس أفعالنا مخلوقة له سبحانه وتعالى، وهي تلك القدرة التي تكسب المخلوقات قدرة على فعل الشيء أو عدمه. وعدم فهم هذه الجزئية هو الذي جر إلى القول بالجبر، أي الجبرية الخلص، والكسب عند الأشعري، لأنه رحمه الله توسط بين نفاة القدر وبين الجبرية. وغالب المحققين يقولون بأن مآل القول بالكسب يفضي إلى الجبر، أو القول بنفي القدر المعتزلة نموذجا، وهو نفي كون أعمالنا مخلوقة لله تعالى، بل مخلوقة للبشر، أين الإنسان يخلق فعله كما عبرت المعتزلة بذلك. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول والله خلقكم وما تعملون، أن ما على الصحيح أنها موصولة، أي خلقكم والذي تعملون، إن كان في سياق يعني أن الله كان يذم فعلهم في صنع في عبادة ما ينحتون، والله خلقكم وما تعملون، أي ما تقومون به من نحت هذه الأصنام التي تعبدونها. هذه الأعمال هي مخلوقة للإنسان، سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر، هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولكن جنس القدرة على فعل هذا الشيء فهو مخلوق، لكن كونها مخلوقة لله تبارك وتعالى لا يعني هذا أن الله عز وجل قد جبر الناس على فعل الشر أو جبرهم على فعل الخير، كما يتوهم ذلك أهل الجبر، فخضعوا إلى التواكل وخضعوا إلى أمور هي معروفة. والتقدير يعني يأتي بالمعنى العام الكلي والذي أشرنا إليه، ويأتي كذلك بمعنى التقدير العمري، يعني في كل سنة يقدر الله عز وجل الأرزاق للعبد، وهو المتعلق بعمر الإنسان في حياته، والتقدير السنوي كما يقع في ليلة القدر، والتقدير اليومي لقوله تعالى كل يوم هو في شأن، فهو سبحانه عز وجل المعز الرافع والخافض والباسط. سريعا، مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر تعريفها، أن الحديث عن مقاصد العقيدة يلزمنا الحديث عن مقاصد الإلهيات والسمعيات والنبوات، وما سبق تحريره في البحوث السابقة في دورة المقاصد السابقة، ذلك أن بيان المقصد العقدي ينطلق من هذه الكليات، ثم يأتي الحديث المفصل في بيان مقصد كل ركن عقدي من أركان الإسلام والإيمان، فوجب الحديث عن المقصد العقدي من الإيمان بالقضاء والقدر سريعا. فطبعا قد يتعلق مفهوم القضاء والقدر بسائر مسائر العقيدة وفروع الشريعة من جهتها كونها مقدرة لله تبارك وتعالى. فمقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام يقصد بها الحكم والغايات التي من أجلها شرع الله الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو أيضا متعلق بمراده سبحانه وتعالى من التكليف بهذه العقيدة وتحقق ذلك عمليا في عقيدة المسلمين، إذ إن لذلك أهمية كبرى على النفس المؤمنة. فالقضاء والقدر يرمز إلى الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الحقيقي لكل شيء، وأنه يدير الكون بحكمته وعدله، فيسلم له في قضائه وتقديره كما يسلم له في أمره وشرعه، مع الائتمار بأوامره والكف عن نواهيه وبذل الأسباب المنوطة به. فقد قرر العلماء أن ترك الأسباب قدح في التوحيد، والتعلق بالأسباب شرك بالله تبارك وتعالى. طبعا والمسلمون يؤمنون بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن كل ما يحدث في الكون يكون بإرادته ومشيئته، فيحتج بالقضاء والقدر في المصائب الخارجة عن مراد الإنسان. القضاء والقدر يحتج به في المصائب لا في المعايب، المعايب التي تكون من تفريط الإنسان، فلا يحتج بالقضاء والقدر. وهذه المصائب الخارجة عن مراد الإنسان كالزلازل والكوارث ولا يحتج به في المعايب كالمعاصي التي تسبب فيها الإنسان بنفسه، وإن كانت ضمن قدر الله أي علمه القديم بوقوعها من العبد. وفي حديث محاجة آدم لموسى تفصيل لذلك الأمر المبهم. إن من أهم المقاصد الرئيسية للإيمان بالقضاء والقدر هو تعزيز الاعتقاد في القدرة العليا لله عز وجل وحكمته غير متناهية، وذلك من خلال اعتقاد والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، مع زيادة خيره وشره، حيث يتعلم المؤمن أن يثق بأن الله يعلم ويعرف كل شيء عنه وعن الخلق، فهو الذي يدير ويدبر كل شيء يقع في هذا الكون. طبعا التطبيقات المقصود بها أي تنزيل هذا المفهوم الكلي اللي هو مفهوم مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الواقع. طبعا شحال باقي لي الوقت؟
كمل لي 30 دقيقه ديالي، كملت 30 دقيقه ديالي ما يمكنش. ومن ادراك هذه الامور، وان ادراك هذه الامور اي الايمان بالقضاء والقدر الذي يعين على تقبل النعم بالشكر والامتنان لله تعالى، كما يعين على تقبل المصائب والمكاره برضا وتسليم، فيعزز بذلك الرضا والسعادة بما قسمه الله عز وجل الإنسان. وإن إدراك هذه الأمور من شأنه أن يقطع على خطاب الإلحاد وتشغيباته الفكرية، لأنه يرى في الشرور الواقعة عبثا يتعارض مع وجود الخالق البارئ المصور الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وتقديره، فهم لا يدركون أن الشر والخير مخلوقان لله تبارك وتعالى، والشر الصادر عن الإنسان ليس لله عز وجل، والشرور التي ترى في الكون كالزلازل والفيضانات وتسلط الصائل الباغي المعتدي على الأوطان بالاحتلال والاستعباد هي ليست من الشر المحض، فالشر المحض في النار والخير المطلق في الجنة كما نص على ذلك الشاطبي وغيره، والدنيا اجتمع فيها الخير والشر ليقع مفهوم الابتلاء والاختبار فيها، وتلك إرادة الله تبارك وتعالى وحكمته البالغة. طبعا أنا قمت باستقراء نصوص من القرآن ونصوص من السنة استقراء ناقصا لكي ندلل على هذا المفهوم الكلي العام، وثم ختمت بذكر هذه الآثار. هذا ليس من العدل يا أستاذ، 30 دقيقة نكملها. طيب إن شاء الله. طيب أنا جمعت الآيات وهي تقريبا وصلت عندي إلى 20 آية، والأحاديث التي تدل على هذا الموضوع تجدونها في البحث المكتوب عندكم، لكن أحببت أن نتكلم الآن عن الآثار، أي أثر مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في النفس البشرية المسلمة. أول والسكينة والطمأنينة، الرضا والقبول والتسليم، طبعا لا أريد أن نفصل كثيرا، الصبر والتحمل، الاعتماد على الله تعالى في الحياة، تجاوز الأحزان والشدائد، استثمار الإيمان بالقضاء والقدر في مدافعة الأقدار وغير ذلك. ثم الكليات العقدية المقاصدية في باب القضاء والقدر في مواجهة شبه الإلحاد المعاصر وكلياته، وأعتقد بأن الحديث عن الآثار هو من قبيل الحديث عن مقصد مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر وروحه وثمرته إن شاء الله تعالى. طبعا يطلق الإلحاد ويراد به الاعتقاد بعدم وجود إله أو إنكار الوجود الإلهي، وقد استخدم في القرآن وعند العلماء بمعنى الميل وإنكار بعض الأسماء وإنكار أصل من أصول الدين. وقد لاحظ عبد الرحمن بدوي المتوفى سنة 2000 وجوده من فلاسفة الوجوديين، ويقال بأنه ألحد، أنه ينبغي التفريق بين الإلحاد العربي والإلحاد الغربي، ذلك أن الإلحاد الغربي يقوم على إنكار وجود الله تعالى، أما الإلحاد العربي فقائم على فكرة إنكار النبوة والأنبياء، أما النتيجة فمشتركة بينهما وهي إنكار مفهوم الدين. وقد يقال بأن الإلحاد ظاهرة قديمة أشار الله إليها في القرآن بقوله قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولعل الدهرية في القرآن الكريم يقصد بهم الذين أنكروا مسألة البعث بعد الممات ولم يكونوا ملاحدة ينكرون وجود الله، والمقصود بالدهر هنا الزمان. وقد سمى الشهرستاني هؤلاء بمعطلة العرب، هو لا يسميهم ملحدة، هو في الفصل عفوا في الملل والنحال يسميهم بمعطلة العرب، وذكر أن منهم من ينكر الخالق والبعث ومنهم من يقرر بوجود الخالق، لا يقر بوجود الخالق لكنه ينكر البعثة، وليست هناك مدرسة فلسفية واحدة تجمع كل الملحدين، إلا أن معظم الملحدين ينطوون تحت لواء المدرسة المادية والطبيعية ويميلون باتجاه العلمي والتشكيك في الحقائق خصوصا فيما يتصل بعالم ما وراء الطبيعة، ويتخذون موقفا من الدين يدور بين الرفض والنقد. أما الربوبيون أو مذهب الربوبية فهو مذهب فلسفي يعتنق طائفة من الفلاسفة تؤمن بوجود خالق الكون لكنها تنكر الأديان، حيث تعتقد أنها اجتهادات بشرية لا دخل للإله فيها. كذلك لا أدري أنا أرجع سريعا، قد أرجع الباحثون في ظاهرة الإلحاد وجود أسباب هذه المشكلة في صفوف الناس إلى خمسة أمور: مشكلة وجود الشر في العالم، فقدان قيمة العلم والتعليم في كثير من المجتمعات العربية، وذلك بسبب ارتباط التعلم والتعليم بالوظيفة والكسب، يعني التعليم الآن أصبح مرتبطا بالوظيفة لا لغرض قصد العلم، وهذا مما أفقد في النفوس قيمة العلم. ثالثا رفع حدود العقل وتعميم قوانين العقلية والحسية على الوجود، ذلك أن العقل حدودا لا ينبغي له تجاوزها. رابعا فراغ الديني الأنطولوجي الذي يعاني منه شباب اليوم بسبب طغيان الشبهوات والماديات وبروز تأليه العلم الذي يظن الملحدون أنه تجاوز مفهوم الإله، مع أن الواقع يثبت أن العلم ما يزال قاصرا في فم كثير من الظواهر المخلوقة. المشكلات والأمراض النفسية التي يتعرض لها الإنسان تحت ضغوط مختلفة، وهذه أشار إليها الدكتور عبد المجيد النجار في الصباح، كالفقر والمرض والمصائب، ويجد في التعبير عن تلك المشكلات بإنكار الدين والتدين متنفسا،
يصب فيه تسخطه على الأقدار وعدم رضاه عن قدره. ومن الأمور التي تذكر في هذا الصدد ما يذكره بعض الملحدين من قدرة الملجمين على الاطلاع، وقد ساد التنجيم في هذا الزمان بشكل كبير. طبعا كانت هناك فيه مؤلفات كثيرة يعني معروفة، وكان هناك ملجمون، كانت مناظرات بين الفقهاء وبعض الملجمين الذين كانوا يمارسون هذا العمل، حيث يزعم الملحدون المعاصرون بأن هناك قدرة للملجمين على الاطلاع على بعض الغيب بالصدفة، وهم أمر بعيد عن الواقع، وإبطال قول المنجمين جرت فيه مناظرات بين الفقهاء. ولا شك أن الرد على الفكر الإلحادي يقتضي مقاما أطول في التحرير والكتابة، وهو ما تكلفت به دراسات كثيرة أشرنا إلى بعضها في هذه الدراسة. لكن ينبغي هنا التنبيه لأن من أهم ما ينصف الفكر الإلحادي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها من تعظيم الإله والاعتقاد بقوة مطلقة تسنده وأنه يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وقد أتيت بنص نفيس لابن تيمية تجدونه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يقرر أهل الديانات جميعا، لنا حتى يعني أرباب الأديان التي تسمى التوحيدية باعتبار أنها يعني مرسلة من عند الله عز وجل، كذلك هم يناظرون أهل الإلحاد، وهذا معروف كما ذكرنا. طبعا هناك أسئلة كثيرة جدا، إن شاء الله نختم بهذه إن طيب إن فهم الكليات العقدية المقاصد في باب القضاء والقدر تلعب دورا هاما في مواجهة شبه الإلحاد المعاصرة وتحقيق الاستقرار الروحي والعقدي للمسلمين، ويمكن تلخيصها في عناصر كثيرة، ولكن لضيق الوقت قد زحمنا الوقت وحبسنا حابس، وإنما ذهبت للصلاة. أسأل الله يتقبل هذا العمل، وإن شاء الله يكون في تعقيب أستاذنا ما يضيف إلى هذا الأمر إضافة نوعية. واستسمعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور حمزة النهيري، حيث أجاد وأفاد في هذا العرض القيم، ولا شك أن إن شاء الله الفائدة منه ستكون مكتملة لما تطلعون على الأبحاث، وهي موجودة في على شكل PDF، ربما قد أرسلت للطلبة، بعض الأساتذة عندهم النسخة الورقية التي هي مؤقتة. إن شاء الله لما تحرر البحوث تحرير النهائي ستطبع بحوث الدورة وتكون في المتناول السنة المقبلة بحول الله وقوته. والموضوع غني، والإضافة التي أضافها غنية جدا، وخاصة فيما له علاقة بمقاومة شبه الإلحاد، فنأمن إن شاء الله أن تكون إضافات أيضا نوعية عند أستاذنا الدكتور أحمد نصري. وبالمناسبة أيضا وفي باب الأخ يلح على العدل، فقد أخذنا 5 دقائق من 30، فنأخذ 2 من 8 بتناسب رياضي، فلك الكلمة فضيلة الدكتور أحمد نصري. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على النبي المصطفى. مقام السادة الكرام، مشاركين وحضورا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله التوفيق، يشرفني أن أحيط حضراتكم علما بأنني قرأت هذا البحث الموسوم بمقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام، كلياته وتطبيقاته وأثاره للباحث المحترم حمزة النهيري. قراءة متأنية حاولت من خلالها أن أرصد فيه مواطن الجولة، فوجدتها متوفرة فيه. أما الابتكار فلا أرى إلا في تخصيص جانب من البحث لمقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في القرآن والسنة بصفة عامة، وإلا فالموضوع مطروق في شمولياته. وسجلت عدة ملاحظات وصفتها بالإفادات مرفقة ببعض الإضافات لعلها تفيد البحث والباحث. أولا، أن الباحث في هذا الموضوع حدد موضوعه في كليات مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام، ثم تطبيقات، ثم الآثار. فلا وجود للكليات ولا للتطبيقات ولا للآثار في هذا البحث. حاولت مرارا أن أبحث عن هذا الذي حدده، لا من الكليات ولا من التطبيقات ولا من الآثار، فلم أجد. إلا أن الباحث شرد به الموضوع إلى ناحية لم تطرق لا في العنوان ولا في التحليل، وهو الخوض في معركة من غير حرب حول
الحديث عن الملاحدة وموقفه من هذا الأمر يا سيدي لا يتعلق بالملاحدة، فهذا موقفه موقف من الخالق ومن المخلوقات إلى أمر. الأمر عندنا هنا في قضية المؤمن الذي يتسخط قدر الله عز وجل، يتسخط القضاء في كل الأحوال، كذلك عن من ابتلي في إيمانه أو في نفسه أو في ماله أو في ولده. فإلى هؤلاء نتوجه اليوم بهذا الخطاب في تحديد مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الموضوع هو موضوع غيبي بدرجة عالية، موضوع يعني الشائك إلى درجة أن بعض العلماء بل بعض الصحابة توقفوا عن الحديث عن القضاء والقدر. ولهذا التعاطي مع هذا الموضوع أو معالجة هذا الموضوع يحتاج إلى روية وأيضا إلى استواء في الفهم في هذه القضية. تحديدا لابد من الحديث أو التفريق بين القضاء والقدر من معني به، ثم أيضا ما أثير من شبهات وخاصة الشبهات الحالية المقتضى والمصاغة في سؤال هل قدر الله عز وجل يخالف إرادة البشر، وهل الأمور التي يقوم بها البشر هل هي من كسبه أم من قدر الله عز وجل، وإن كانت من قدر الله عز وجل فلماذا يحاسب على هذا الأمر. من هذه الأشياء التي الآن تملأ أذهان وعقول شبابنا وأطفالنا، فكان لابد من بيان هذه. ثم أيضا عندما نقول أن هذا الموضوع غيبي، نجد أن القرآن الكريم في كثير من آياته دائما يقدم الغيب على الشهادة، والحكمة في ذلك أن الأمور المغيبة عنا لا تتناهى ساعة ومدى، أما الأمور التي يمكن أن نتوصل إلى مشاهدتها وشهودها ومعرفتها فهي أمور يسيرة قليلة، بدليل قوله تعالى في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأدلة القدر في القرآن الكريم منها ما هو عام ومنها ما هو مفصل، لكن العام فيها أكثر، بدليل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ووجه الاستدلال مجيء كل شيء، أي ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله عز وجل، لا يخرج شيء عن هذه الكلية. وكل هي من ألفاظ الظهور في العموم كما قال الشوكاني، ومنه قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل دليل فيه ذكر لمراتب كثيرة جدا ذكرها العلماء لا سبيل إلى يعني الحديث عنها. هذا الأمر كما قلنا لخطورته نجد أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني يتحدث عن القدر، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. وكذلك كان من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة هذا الأمر الإيمان بالقدر، فقال لعبد الله بن عباس وانظر إلى هذه الصيغة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك هذا الأمر بهذه الأهمية بل بهذه الخطورة كان لابد من تعامل معه كما قلت بنوع من الجدية البحثية العلمية الجادة، خاصة وأن هذا الموضوع سبق ببحث في الصباح وبه ختمت الجلسة من طرف الدكتور محمد النفار، وكان موفقا في كثير من هذا الموضوع. كذلك هذا القدر اليوم الذي نجد الناس في كل ما حل بهم، وكما تحدثت من حدث إلا
وربطوه بالقدر على العلم أن الإيمان إيمانهم بالقدر لا يكون حاضرا إلا في مثل هذه المواقع. ولذلك تحضرني قصة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه أن أحد اللصوص سرق، فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله لما سرقت، قال قدر الله ذلك. فقال عمر اضربوه 30 صوتا ثم اقطعوا يده. فقيل له ولما؟ قال يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله. فالقدر لا يتخذ سبيلا إلى التواكل ولا ذريعة للمعاصي ولا طريقا إلى القول بالجبر، وإنما يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال. إن القدر يدفع بالقدر، فيدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر الظمأ يدفع بقدر الري، وقدر المرض يدفع بقدر العلاج، وقدر الكسل يدفع بقدر النشاط والعمل والاجتهاد. فيجب أن نقاوم الفقر بالعمل والجهل بالعلم والمرض بالعلاج والكفر بالإيمان. فهذه غاية الإيمان بعقيدة القضاء والقدر. الإفادة الثانية عدم التوسع في البحث في الاطلاع على إنتاج بعض الأفكار بخاصة دلالة مفهوم القضاء والقدر وما العلاقة بينهما، وكذا ما يتعلق بالكليات والمقاصد والآثار. الإفادة الثالثة في هذا البحث لم يتم التنصيص على الكليات، وهي إحدى مرتكزات البحث وأحد أركان العنوان بشكل نقط. تفرغ الباحث في الصفحة 29 للحديث عن الإلحاد، وهو غير مطلوب البتة في هذا البحث. الإفادة الخاصة الأخرى مسوغة الاشتغال على المقاصد والكلية كانت ضعيفة جدا في هذا البحث، والدليل أن مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في القرآن والسنة هي لا فرق بينها ولا تتعدى 5 مقاصد، يعني عامة جدا، يعني ليس فيها اجتهاد. كذلك خاض الباحث في الصفحة 12 في مسألة خلافية حول نبوة سيدنا الخضر، مع العلم أن القرآن حسم بشكل صريح بهذا، فقال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الإفادة السابعة تسمح بعض النصوص لا علاقة لها بالموضوع تماما، كما هو الشأن في الصفحة 9 استشهد الباحث بنص ابن رشد ولا تعلق له بالموضوع. الإفادة الثامنة يعني نجد عدم الحوض أو الأخيرة تسمح، مع العلم أن هناك ملاحظات أعددتها تقريبا 26 ملحوظة حول هذا البحث، وأتمنى التوفيق للباحث، وقد تعلمنا شيئا لابد أن نبيح به اليوم. المجاملة في الدين كفر، والمجاملة في العلم نفاق، واستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.